فما يتم تخزينه من كلمات المرور المفروض إيه؟ ما يتم تخزينه من كلمات المرور هو كلمة المرور الأولى بدون عمل مقارنة تطابق وحقل اليوزر نيم، قلنا إنه لا يقبل بجدول يقبل التكرار وده غير منطقي. كلمة المرور ظاهرة بالجدول ويجب إيه؟ تشفيرها. طيب لمعالجة المشاكل دي في شوية حاجات ممكن نعملها. أول حاجة هنعملها معالجة التكرار في حقل اليوزر نيم. بنعمل فيه إيه؟ بنتك على ستراكشر بصفحة ماي سيكوال، عشان نعرض مواصفات الحقول للجدول بتاع اليوزر. بعد كده هنعمل إيه؟ بعد ما هنختار كلمة يونيك يعني متميز أو فريد، ودي فيها لا يقبل التكرار، فتظهر النافذة بالشكل اللي احنا قلنا ايه عليه بتاع don't really اللي هي اللي فوق دي. do you really want to execute alter table users a do unique username. هنا بيسأل هل انت عايز يبقى هنا اليوزر نيم له تمايز. كليك اون اوكي. لما بنتك بقى على الاوكي هتظهر لنا نافذة تقول لنا عدم إمكانية جعل اليونيك لوجود سجل أو أكتر متكرر بالفعل، عشان كده بنفضل ضبط خاصية يونيك قبل إدخال البيانات. سوري بيقول أهو so click on OK a window appear to you it shows the inability of the field to be unique and that's for having a repeated record or more so it's better to adjust unique better inserting data. وهتجيلي رسالة الايرور دي. When this process succeeded لما بقى العملية هتنجح there is no repeated record يعني مش هتتكرر الريكورد. No error message مش هيظهر لي رسالة error appear as the previous message زي اللي ظهرت فوق. هيظهر لي your SQL query has been executed successfully انها ايه العملية تمت بنجاح. We have to be sure of not leaving any field empty. المفروض نتأكد ان احنا مش سايبين اي field او اي حقل ايه فاضي. نتحقق من كده كويس. وان كلمة المرور to password are similar. كلمة المرور بتكون ايه similar متشابهة او متطابقة identically by PHP code which has to be done on the server اللي احنا نستخدمها في ايه على السيرفر. We have to be sure that لازم نتأكد إن all insertion element كل العناصر المدخلة سواء اليوزر نيم أو الباسورد contains data بيحتوي على بيانات and not